إنها 7:30 مساء بتوقيت العاصمة اللبنانية بيروت، أهلا بكم إلى المسائية. نبدأ بالعناوين مع لينا دوغان. مساء الخير. في عناوين النشرة: We want to help protect the process and not enable outsiders to make choices that only the Lebanese have the right to make. مواقف سياسية وحراك دبلوماسي لمواكبة الانتخابات الرئاسية واجتماعات على أعلى المستويات لتحصين البلاد أمنياً. متفاهم مع مدير عام الضمان على الذهاب حتى النهاية في هذا التحقيق. مداهمة في مبنى الضمان الاجتماعي وإلقاء القبض على متورطين بجرائم اختلاس وتزوير معاملات. الجيش الحر يطلق معركة تحرير الساحل السوري ويتقدم على الجبهات الجنوب. مساء الخير. بين الأمن والاستحقاق الرئاسي يتوزع حراك أهل الحكم والقوى السياسية، هذا ما يتبدى في المواقف وفي حيثيات الاجتماعات المرتقبة الأسبوع المقبل. وفي معلومات لتلفزيون مستقبل، فإن اجتماعين أمنيين سيشهدهما مطلع الأسبوع للتدارس في كيفية مواجهة التحديات الأمنية في الشمال والبقاع. ويبقى البارز اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي يسبق مغادرة رئيس الجمهورية ميشيل سليمان إلى اجتماع القمة العربية في الكويت، ليعقبه بعد عودة الرئيس الاجتماع الأول لمجلس الوزراء بعد نيل الحكومة الثقة. وإذا كانت الحكومة ستعمل خلال الشهرين المقبلين على معالجة مشاكل البلاد ولملمة المشاكل في أبعادها السياسية والاقتصادية والأمنية، فإن القوى السياسية انشدت أنظارها إلى السباق الرئاسي وسط أسئلة متعددة عمن هم المرشحون وعن برامجهم وكيف يمكن إنجاز العملية الانتخابية وهل ستتم الانتخابات في موعدها. وفي ترددات الاستحقاق، أن رئيس مجلس الوزراء تمام سلام قد أشار اليوم إلى أن التمديد لرئيس الجمهورية قد لا يكون مستبعدا بشكل كامل، فيما أكد الرئيس فؤاد السنيورة أن الجهود يجب أن تنصب دائما في اتجاه القيام بالاستحقاق الدستوري في موعده، آملا في أن تذلل كل العقبات التي تحول دون ذلك. وردا على سؤال عن الخيار بين الفراغ والتمديد، قال الرئيس فؤاد السنيورة: إذا وصلنا إلى هذه المرحلة فسنفكر بالأمر. أمنيا، ظل الوضع الأمني في طرابلس في دائرة الاهتمام، فيما استجد ملف آخر تمثل بالاختلاسات في الضمان الاجتماعي. نبدأ مما جرى في الضمان الاجتماعي في وطن مصيط، بحيث داهمت القوى الأمنية مبنى الصندوق لإلقاء القبض على متورطين بجرائم اختلاس وتزوير معاملات. تقرير لمنير الربيع. إلى الضمان الاجتماعي وجهة الأنظار، عناصر أمنية كثيفة أحاطت المبنى ليتبين أن السبب هو مداهمة لإلقاء القبض على موظف في مكتب براءة الذمة متهم بتزوير معاملات. وأظهرت التحقيقات أن هذا الموظف متواطئ مع بعض الأشخاص لإحراق الغرفة التي تحتوي على مستندات براءة ذمة للأفراد والمؤسسات. معلومات خاصة بالمستقبل أفادت بأن المداهمة حصلت على خلفية توافر معلومات للنيابة العامة المالية حول اختلاسات في الضمان الاجتماعي. وبناء على التحقيقات التي أجراها النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، تبين أن المتهمين بجرم الاختلاس ينوون إحراق المستندات التي تدينهم، وبناء عليه أجريت المداهمة. بعد التحقيقات مع الموظف المتهم، أجرى فرع المعلومات مداهمته وأوقف 8 أشخاص للتحقيق معهم من الممكن أن يكونوا من المتورطين. وأنا كوزير عمل وصي على الضمان الاجتماعي، متفاهم مع مدير عام الضمان على الذهاب حتى النهاية في هذا التحقيق. طبعا هناك عملية تزوير يبدو سابقة، ويحاولون اليوم إخفاء التزوير من خلال حرق الغرفة التي يوجد فيها مستندات براءة الذمة. بحسب معلوماتكم، لماذا حصل هذا التزوير في هذه المستندات؟ هل على خلفية اختلاس أم على خلفية ما؟ أترك للتحقيق أن يكشف هذه الأمور، ولكن طبعا لا أحد يزور من دون أن يستفيد، إما إفادة مادية
مباشرة وإما إفادة مادية غير مباشرة. ولكن ما أريد أن أشدد عليه أنه لا يجب تسييس هذه القضية. بالمقابل أوضحت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن الانتشار طاول بعض المكاتب الموجودة مقابل مبنى الصندوق وأنه لا صحة لما ذكر عن دهم مكاتبه، وأشارت الإدارة إلى أنها على اتصال مستمر مع الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة بهدف المساعدة على التوصل إلى كشف كافة المخالفات وجميع المتورطين. في اليوم الثامن من الجولة 20 للاشتباكات في طرابلس مزيد من الضحايا في أعمال القنص. للاطلاع على التطورات الميدانية ينضم إلينا مباشرة من هناك مراسلنا راشد فتفت. راشد مساء الخير أولا، ماذا يجري في طرابلس؟ نعم منير، ارتفاع في حدة عمليات القنص منذ الخامسة وحتى الآن بعد هدوء حذر ساد معظم ساعات الصباح التي شهدت هدوءا حذرا على معظم محاور القتال بين المنطقتين، بين منطقتي باع المحسن وباب التبانة إثر الاتفاق الذي توصل إليه اللقاء الوطني الإسلامي وفعاليات منطقة باب التبانة بالاتفاق مع قيادة الجيش في منطقة طرابلس والشمال على وقف إطلاق النار. هذا الاتفاق الذي خرقه بعض الرصاص ليلا واستمر حتى الصباح حيث ساد الهدوء معظم ساعات ما قبل الظهر، إلا أن خرق هذا الاتفاق جاء من جبل محسن عند الخامسة تماما حيث عمدت عناصر الحزب العربي الديمقراطي على تقنيص الشاب أحمد محيج وهو ذو 16 عاما فأصابته إصابة خطيرة في جسر الملولي، وقد عملت بلالة للجيش اللبناني على إنقاذه ونقله إلى المستشفى الحكومي وهو في حالة خطيرة. هذا الاتفاق نفذه أبناء تبانة بشكل كامل ولم يسجل إطلاق نار صباحا، إلا أن الخرق الذي حصل بعد الظهر أدى إلى عمليات قنص متبادل بين المنطقتين، فيما الجيش اللبناني لم يتخذ أي إجراءات لتطبيق هذا الاتفاق ومنع القناصين، لأن الجيش اللبناني أخذ على عاتقه التنسيق مع عناصر الحزب العربي الديمقراطي ومع رفعت عيد من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، إلا أن هذه الإجراءات لم تتخذ حتى الآن، فيما حركة السير في مدينة طرابلس شبه مشلولة حتى هذه الساعة بسبب عمليات القنص، وبعض المدارس عادت فتحت أبوابها نهار اليوم، إلا أن عمليات القنص لا تزال تؤثر على الحركة في مدينة طرابلس. استنكرت هيئات المجتمع المدني ما يجري في مدينة طرابلس اليوم في صرخة عالية حيث نفذوا اعتصاما حاشدا أمام سراي طرابلس وأطلقوا صرختهم وتحدث باسمهم نقيب المحامين ميشيل خوري مطالبا الجهات المعنية وقادة الأجهزة الأمنية بضرورة فرض الأمن في مدينة طرابلس. أفضل ما جاء في هذا النهار منير التقرير التالي. ليس بعيدا عن أماكن جولات الصراع المتجددة ومشاهد الخراب وقصص المآسي، نفذ المجتمع المدني ونقابات المهن الحرة اعتصاما أمام سرايا طرابلس للتعبير عن رفضهم لما يجري من حوادث أمنية في المدينة. نقيب المحامين في الشمال ميشيل خوري تحدث باسم المعتصمين المتروكين وحيدين بوجه السلاح كما قال، داعيا القيادات السياسية والعسكرية إلى المبادرة لإنقاذ المدينة قبل فوات الأوان. إننا نرفض زشج الجيش اللبناني في زواريب السياسة أو أن يصور كظالم أو كمظلوم في الواقع اللبناني، والمطلوب هو منع الصراع السياسي على موقف الجيش وموقعه الذي نتمنى أن يكون متساويا بين كل أبناء الوطن. فمن المسؤول عما يحصل تكرارا ومع 20 جولة اقتتال؟ هل المتشابكون هم المسؤولون أم من يغذي الشوارع بالسلاح؟ أم تكاعس الدولة أم الأجهزة الأمنية في طرابلس؟ أم القرار السياسي في بيروت؟ وهل عدم تنفيذ القرارات القضائية بشأن تفجير مسجدي التقوى والسلام هي وحدها السبب لتكرار جولات العنف؟ كما كانت مداخلات لعدد من المعتصمين دعوا فيها الجيش اللبناني والمسؤولين في الدولة إلى وضع حد للمسلحين المنتشرين في أماكن الاشتباكات. هيدا الوضع ما بقى فينا نحمله، المدينة مستباحة، اللي ما في يقوم بمهامه يتفضل يفل على بيته. نحمل الأجهزة الأمنية التي أيضا يعني لا تقوم بواجبها أو بمسؤوليتها أو ربما تغطي بعض من يعني ينشر هذا الفلتان في المدينة، نحمل عصابة الحزب العربي الديمقراطي في جبل محسن التي تقصف هذه المدينة. تفضلوا يجوا لهون على أرض الواقع، ما يقعدوا يعطونا تصريحات من بعيد لبعيد. لعبة طرابلس لعبة خطرة جدا جدا جدا. هذا ويخيم الهدوء الحذر على جبهات القتال في طرابلس بعد عمليات قنص متقطع.
رئيس الحكومة تمام سلام أكد العمل على إخراج عاصمة الشمال من أتون الصراع القائم، وأشار في حديث لإذاعة الشرق إلى أنه لابد للشرعية أن تسود في طرابلس. سلام تلقى اتصالات التهنئة بنيل الحكومة الثقة من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان ومن السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري. عم نجهد ليلا نهارا لإيجاد السبل والطرق لاحتضان هذا الوضع بشكل جدي وبشكل حازم. الأوضاع مع الأسف اليوم ما عندي عصا سحري، ما عندي شيء أنا أقدر أخبط فيه اليوم وأقول انتهى الموضوع. أنا مع الأسف عم رائب شو عم بيصير بطرابلس، مثل ما الكل عم بيشوفه اللي عم بيصير بطرابلس خطير جدا، بيذكرني شوي بال75 بداية الأحداث في لبنان، عندما أيضا كان في هناك قرار بينزل الجيش ولا ما بينزل الجيش. نعم. ويوم ما أخذ القرار بإنزال الجيش وفتحت الساحة وسرحوا مرحوا المسلحين وكانت البداية. نعم، في طرابلس مطلوب ربما اتخاذ إجراءات حازمة وجذرية، ولكن بشكل متوازن عند الجميع، ما حدا يشعر أنه هاي موجهة ضده وهديك موجهة مع فريق الآخر، علما أنه بدنا نعترف أنه عمق الحساسيات اللي صارت قائمة على هذا المستوى، نعم حطت ناس مع اتجاه وحطت ناس مع اتجاه آخر. معلش، هالناس وهدوليك الناس بدهم يتحملوا شوي وبدهم نعم يحملوا الجروح شوي لنقدر نحقق شيء في طرابلس. ولكن في النهاية لابد للمؤسسات الأمنية، لابد للشرعية أن تسود وأن تحكم وأن تقرر عن كل المواطنين ما هو السبيل لإخراجهم من هذا الأتون. أكد رئيس الجمهورية ميشيل سليمان أن الاعتداء على الجيش من قبل أي كان هو اعتداء على رمز من رموز الكرامة الوطنية والسيادة والحرية والديمقراطية. حذر رئيس الجمهورية ميشيل سليمان من مغبة الاستمرار في الاستهداف الممنهج للجيش والاعتداء على ضباطه وأفراده المنتشرين في مناطق التوتر الذين يقومون بواجبهم في حماية الوطن والمجتمع. وأمام زواره شدد الرئيس سليمان على ضرورة دعم الجيش ومساندته في مهمته الوطنية الكبرى في الداخل وعلى الحدود، مؤكدا وضع التعليمات المعطاة بضرب من تسول له نفسه استهداف أي عنصر من عناصره بقوة، لأن الاعتداء على الجيش من قبل أي كان هو اعتداء على رمز من رموز الكرامة الوطنية والسيادة والحرية والديمقراطية. وكان الرئيس سليمان اطلع من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على الخطوات الجارية في سبيل ضبط الأمن في المخيمات الفلسطينية، إضافة إلى الاتصالات في شأن المطرانين المخطوفين سعيا لتحريرهما، كما استقبل وفودا من اتحاد بلديات الضنية وبلدتي لحفد ولاسة الذين أعربوا عن تأييدهم ودعمهم للجيش. جولة للسفير الأمريكي ديفيد هيل على السراي وعين التيني وبلس ومعراب، جدد خلالها دعم بلاده للحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما تحدث مع الرئيس سلام خلال اتصاله به عن أهمية إجراء الاستحقاقين الرئاسي والنيابي. أطلع السفير الأمريكي ديفيد هيل رئيس الحكومة تمام سلام على مضمون لقاءاته مع عدد من المسؤولين في واشنطن، لا سيما مع وزير الخارجية جون كيري ومشاوراته حول لبنان. وقد أكد استعداد بلاده للعمل مع الحكومة الجديدة ورئيسها لمساعدة لبنان في حماية نفسه وفي تمرير الاستحقاق الرئاسي والانتخابات النيابية. نحن مستعدون للعمل مع الحكومة ومع رئيس الحكومة تمام سلام لدفع العلاقات الثنائية الأمريكية اللبنانية لمساعدة لبنان في حماية نفسه وفي دعم اللبنانيين لتحقيق تطلعاتهم. إن الرئيس أوباما تحدث مع رئيس الحكومة حول الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والنيابي، وهما مساران لبنانيان للبنانيين ليختاروا القادة اللبنانيين. نريد المساعدة في حماية هذا الاستحقاق وعدم تمكين التدخلات الخارجية في تحديد الخيار، وهو حق للبنانيين فقط في القيام به. هيل دان الاعتداءات المتكررة على السيادة اللبنانية من قبل القوات السورية، مشيرا إلى أن دعم هذا النظام هو الذي يؤخر وضع حد للنزاع وازدياد المخاطر على لبنان.
Lebanon's policy of dissociation from the conflict in Syria. إن سياسة النائب النفسي اللبناني عن النزاع في سوريا هي الأصح، لذلك نحن ندعم ونحث على التزام إعلان بعبدة وسياسة النائب النفسي عن النزاع في سوريا، فعندما يحارب أشخاص من لبنان في سوريا أو عن السوريين فهم يجلبون الحرب والعنف إلى لبنان. إن مشاعرنا هي مع أهالي طرابلس كما هي مع أهالي عرسال والمنطقة. إن نظام الأسد هو الفاعل وليس هو ضحية العنف والإرهاب، وإن دعم هذا النظام هو الذي يؤخر وضع حد للنزاع وبالتالي ازدياد المخاطر على لبنان. السفير الأمريكي زار أيضا رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة وعرض معه آخر المستجدات، كما زار عين التيني والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، ثم انتقل إلى معراب واجتمع مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. وزير الخارجية المصري نبيل فهمي جلى على عدد من المسؤولين السياسيين حاملا رسالة دعم من مصر لاستقرار وأمن لبنان، ومحذرا من مؤامرة تستهدف العالم العربي. في إطار جولته على القيادات السياسية اللبنانية، زار وزير خارجية مصر نبيل فهمي بيت الوسط واجتمع مع رئيس كتلة المستقبل الرئيس فؤاد السنيورة. يرافقه السفير المصري أشرف حمدي بحضور وزير الداخلية نهاد المشنوق ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري سيد نادر الحريري وعدد من المستشارين، وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع في لبنان والمنطقة وتداعيات الأحداث السورية على لبنان. وبعد اللقاء الذي تخللته مأدبة غداء على شرف الوزير الضيف، ثمن الرئيس سنيورة الروح الجديدة التي عبر عنها الوزير فهمي بعودة مصر الواثقة والمبنية على دورها التاريخي في المنطقة إلى العمل العربي، معتبرا أن هذا الأمر سيحمل نتائج إيجابية كثيرة على الصعيدين العربي واللبناني. وفي الشأن الداخلي، أكد الرئيس سنيورة أن الجهود يجب أن تنصب دائما باتجاه القيام بالاستحقاق الرئاسي في موعده، وقال: نحن نريد إجراء الانتخابات، أما إذا وصلنا إلى مرحلة تتطلب التمديد فسنفكر في الأمر. فهمي زار أيضا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وجرى البحث في آخر التطورات ودور مصر الفاعل في المنطقة وأهمية توطيد العلاقات والدعم المصري الدائم للبنان. وخلال لقائه الرئيس أمين لجميل أبلغه فهمي أنه يحمل رسالة دعم للبنان ومؤسساته وللجيش اللبناني وللاستقرار والأمن، كما جدد الرئيس لجميل دعوته إلى تحييد لبنان وإزالة كل المعوقات التي تعترض الحوار والاستقرار والسلم الداخلي. موقفنا هو داعم للدولة اللبنانية وداعم للمؤسسات اللبنانية. الخيارات اللبنانية في النهاية هي للبنانيين. نحن نتخوف ونخشى في العالم العربي كله، ليس في لبنان فحسب، من أي فكر انغلاقي، أي فكر متطرف، أي فكر غير حضاري، وأي فكر لا يحترم ويحافظ على كيان الدولة. الوزير فهمي التقى كذلك رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشيل عون، وتطرق البحث إلى الأوضاع الإقليمية لا سيما في مصر وسوريا ولبنان، واجتمع أيضا مع وزير الصناعة حسين الحج حسن. أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ألا جواب نهائي بعد بشأن تلبية الدعوة إلى جلسة الحوار الوطني، مشيرا إلى أن التجارب السابقة غير مشجعة، اعتبر أن طرحه الحوار مع حزب الله ليس بجديد شرط أن يكون الحوار جديا وعلى قاعدة انسحاب الحزب من سوريا والدخول إلى الدولة وتسليمها سلاحه. جعجع في مقابلة مع جريدة المدن الإلكترونية أعلن أنه مرشح لرئاسة الجمهورية، ورأى أنه قد آن الأوان لقوى 14 من أذار لا تقف موقف المتفرج في المعركة الرئاسية، داعيا إياها إلى تبني المرشح الأكثر تمثيلا داخلها. أحبطت المديرية الإقليمية لأمن الدولة في النبطية مكتب مرجعيون وحصوية عملية إتجار وتهريب أسلحة إلى المجموعات المسلحة في سوريا، وتمكنت من توقيف شبكة متخصصة بالإتجار بالأسلحة مؤلفة من 4 أشخاص لبنانيين، وقد تم ضبط كمية كبيرة من الأسلحة في حوزتهم، وهي عبارة عن أسلحة رشاشة خفيفة ومتوسطة ومسدسات وكواتم للصوت وذخائر وقنابل متنوعة. وبعد التحقيق معهم بإشراف القضاء المختص أحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة. استخدام مادة النتاميسين في صناعة اللبن يتفاعل، وفي هذا الإطار عقد وزير الصناعة حسين الحاج حسن مؤتمرا صحفيا تناول فيه اللغط القائم، مؤكدا أن ذلك غير مسموح به، ومنبها المصانع بضرورة التقيد بالمواصفات الإلزامية تحت طائلة الإقفال.
قضية استخدام مواد حافظة في منتجات اللبن من قبل بعض المصانع بقيت في الواجهة، وللغاية عقد وزير الصناعة حسين الحشحسن مؤتمرا صحفيا أوضح فيه الجدل القائم حول مادة الناتاميسين المستعملة في صناعة اللبن. الحشحسن أكد أن هذه المادة مستخدمة عالميا في صناعة الجبن واللحوم بنسب معينة، ولكنها غير مسموحة في صناعة اللبن. لا شك انه نحن ليش عم نعمل كل هالنقاش هلا؟ لانه الناتاميسين باللبن ممنوع هلا ومسموح على مواد محدده وبطريقه محدده. ليش بدنا نضل نرجع نبرم انه في مشكله حصلت؟ في مشكله حصلت، كيف بنعالجها؟ بنعالجها اولا بمنع استخدام الناتاميسين باللبن، بنجيبها على المؤسسات وبنبلش نحكي به. مين قال انه انا ما نحكي بالناتاميسين باللبن؟ خلي يتقدموا لي بطلب رسمي اولا، هيدي اول خطوه. فده ما حصل، اللي حصل استخدموه قبل ما يتقدموا بالطلب الرسمي. الخطا حصل، العلاج بالمنطق هذه الماده. عملت بحث علمي لحالها، اوكي ما حقها تعمل بحث علمي، بتجيبه على لجنه المواصفات، هونيك بيتم البحث العلمي وبيتم القرار. هذا هو الخطا اللي ارتكب. كل دول العالم تشتغل بطريقه التنبيه على خطا، ثم هل اعطيناهم تنبيه اقفال فوري اذا تكرر الخطا او غير الخطا، سحب البضاعه من السوق. واعلن الحشحسن عن توجيه مراسلات وتعاميم الى الوزارات والجهات المختصه بوجوب التقيد والالتزام بالمواصفات القياسيه اللبنانيه الضروريه لتصنيع منتجات الالبان والاجبان ومشتقات الحليب ووضع الملصقات البيانيه الواضحه على المغلفات. النشر بعد الفاصل. قوات روسية تقتحم القواعد العسكرية الأوكرانية في القرم. ماليزيا تأمل بخبر جديد خلال ساعات ينهي لغز اختفاء الطائرة. المسائية مستمرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها من أخبار. مواقف سياسية وحراك دبلوماسي لمواكبة الانتخابات الرئاسية، واجتماعات على أعلى المستويات لتحصين البلاد أمنيا. مداهمة في مبنى الضمان الاجتماعي وإلقاء القبض على متورطين بجرائم اختلاس وتزوير معاملات. استخدام مادة الناتاميسين في صناعة اللبن يتفاعل، ومطالبة بالتقيد بالمواصفات الإلزامية تحت طائلة الإقفال. في التطورات السورية، بدأ الجيش السوري الحر معركة الأنفال في محافظة اللاذقية الساحلية التي تعد معقلا مهما لنظام الأسد. وقالت الهيئة العامة للثورة السورية أن الثوار سيطروا على مقرات عدة لقوات الأسد في مدينة كسب وجبل تركمان بريف اللاذقية. الجيش الحر استولى أيضا على مواقع في درعا وحما، فيما شهدت مناطق عدة في ريف إدلب اشتباكات عنيفة. مع استمرار القصف الجوي والمدفعي من قبل القوات النظامية على أحياء في حلب وريف دمشق. انتقل الجيش السوري الحر إلى خوض معركة استراتيجية للسيطرة على مناطق مهمة في الساحل السوري، حيث تواصلت المعارك في ريف اللاذقية، وأعلن عن بدء معركة أمهات الشهداء في الساحل السوري التي تهدف إلى السيطرة الكاملة على جبل التركمان بريف اللاذقية. تزامن ذلك مع غارات جوية وقصف بالبراميل المتفجرة استهدف قرى جبل الأكراد بريف اللاذقية في وقت تحاول فيه قوات النظام استعادة السيطرة على معبر كسب الحدودي الذي شهد محيطه اشتباكات عنيفة. حرر أثناءها الجيش الحر عددا من المباني على أطراف المدينة. وبعد سيطرة الجيش الحر على جبل شويحنة بريف حلب الشمالي، تمكن الثوار من تحرير تلة برج السيرياتال في قرية عزيزة وقرب مطار النيرب العسكري بحلب. تزامنا مع اشتباكات عنيفة مستمرة على بقية المحاور بالمنطقة. وفي دمشق استهدفت قوات النظام بالمدفعية بلدة النشابية في الغوطة الشرقية بريف دمشق، كما قصف الطيران المروحي وسط مدينة دارية بالبراميل المتفجرة.
وبعد مقتل 20 على الأقل من قوات النظام بعد قصف الجيش الحر لمدينة مورك في ريف حما. تعرضت حمص لقصف عنيف في المدفعية والبراميل المتفجرة سادف منطقة الجزيرة السابعة والرستن. رفض مندوبو كل من العراق ولبنان والجزائر في جامعة الدول العربية تسليم مقعد سوريا إلى الائتلاف الوطني السوري المعارض. هذا ومن المقرر أن تعقد الجامعة قمتها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في الكويت. سوريا في مجلس الجامعة العربية سيبقى شاغرا إلى أجل غير مسمى. فالقاعة التي جمعت المندوبين الدائمين للدول العربية أمس انقسمت بين مؤيد لأن يشغل المقعد السوري الائتلاف الوطني وبين معارض لحضوره في القمة المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء في الكويت. السعودية وقطر والكويت والسودان دعت إلى تسليم الائتلاف المقعد السوري، فيما رفضت كل من الجزائر ولبنان والعراق هذه الخطوة بحجة أنه لا يمكن اختزال الأزمة السورية بقضية شغل المقعد عوضا عن تفكك المعارضة بحسب مصدر من داخل الاجتماع. لكن الأمين العام للجامعة نبيل العربي حسم الخلاف الحاد بأن تسليم المقعد للائتلاف مرتبط بتشكيل حكومة مؤقتة واستكمال تشكيل باقي المؤسسات، مقترحا رفع الموضوع إلى الملوك والرؤساء لحسم الموضوع خلال القمة. أما نائبه أحمد بن حلي فكشف دعوة رئيس الائتلاف أحمد الجربة لإلقاء كلمة خلال أعمال القمة المقبلة باعتباره ممثلا شرعيا ومحاورا أساسيا مع جامعة الدول العربية. في إطار آخر اتهم مصدر رسمي في الأمم المتحدة النظام السوري بإحباط المساعي الدولية لنقل المساعدات الإنسانية إلى السكان في المدن السورية المحاصرة بعد منع قافلة مساعدات من دخول الأراضي السورية الشمالية عبر تركيا إلى مدينة القامشلي، بداعي أنه لا يمكن تفتيش الشاحنات في القافلة بسبب عطلة نهاية الأسبوع، ما أدى إلى دخول 8 شاحنات فقط من أصل 80 محملة بالأدوية والمواد الغذائية وأغطية. استشهد 3 فلسطينيين وجرح 14 آخرون في هجوم نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم على مخيم جنين شمال الضفة الغربية. وأوضحت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي حاصرت منزلا في المخيم وبشرت بإطلاق نار كثيف باتجاهه، مما أدى إلى استشهاد قائد ميداني في حماس وعنصر من سرايا القدس وثالث مدني. الرئيس الفلسطيني محمود عباس وصف العملية العسكرية الإسرائيلية بالجريمة والعدوان الصارخ على عملية السلام وتدمير متعمد للجهود الرامية لإنقاذها. في أوكرانيا واصلت روسيا اليوم عملية الاستيلاء على المواقع العسكرية الأوكرانية، وأعلنت وزارة الدفاع أن العلم الروسي يرفرف على أكثر من 147 مؤسسة عسكرية، لافتة إلى أن أسطول البحر الأسود استولى حتى الآن على 54 سفينة أوكرانية من أصل 67. بخطين متناقضين عبرت موسكو عن امتعاضها من واشنطن بسبب العقوبات على القطاع الاقتصادي الروسي، وهاجمت قوات موالية لموسكو قاعدة أوكرانية غرب شبه جزيرة القرم ثم اقتحمتها. وزارة الخارجية الروسية علقت على العقوبات الأوروبية في حق 12 مسؤولا روسيا وأوكرانيا بسبب أزمة القرم بالقول إنه قرار مؤسف لكنه منفصل عن الواقع، مشيرة إلى حق روسيا في الرد على تلك العقوبات. الوزارة وفي بيان منفصل عبرت عن أملها بأن يساعد قرار إرسال بعثة مراقبة تابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى أوكرانيا في حل ما وصفته بأزمة داخلية أوكرانية، إذ ستعمل البعثة لتخفيف التوترات في جنوب البلاد التي تضم نسبة كبيرة من السكان الناطقين باللغة الروسية. وعلى صعيد سياسي من المتوقع أن يتركز البحث خلال محادثات الرئيس الأمريكي باراك أوباما في أوروبا في جولة ستشمل إيطاليا وهولندا الأسبوع المقبل، تشمل الخطوات الاقتصادية ضد روسيا والرد الدبلوماسي على ممارسات موسكو الأخيرة في شبه جزيرة القرم. من ناحيته أكد وزير الخارجية الألمانية فرانك شتاينماير من كييف بأن أوروبا لن تسمح بأي انقسام يهدد وحدتها. رصدت أقمار صناعية صينية أجساما طافية في المحيط الهندي قرب منطقة البحث عن الطائرة الماليزية قد تكون حطاما لهذه الطائرة، وأرسلت سفنا للتحقق من هذه الأجسام بحسب ما أفادت السلطات الماليزية اليوم. وقال وزير الدفاع الماليزي لرويترز إن بكين أرسلت سفنا إلى المنطقة للتحقق من الأمر، ونحن بانتظار خبر جديد خلال ساعات،
وكانت الأقمار الصناعية رصدت منذ يومين حطاما على بعد 2500 كيلومتر من مدينة بيرث الأسترالية، ولكن فرق البحث لم تعثر على أي شيء. أكدت الرئاسة المصرية أنها لا يمكن الاستجابة لمقترحات الأحزاب المطالبة بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية والسماح بالطعن في مقررات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وأرجعت الرئاسة قرارها إلى ظروف المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد في الوقت الذي أقرت فيه تحصينا بسند دستوري قرارات اللجنة بعد موافقة من الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، كما أسندت الرئاسة المصرية شرحا تفصيليا لقرارها وذلك في مبرر لخطوتها. وفي شأن مصري آخر، قررت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سعيد يوسف تأجيل محاكمة 545 متهما إخوانيا بينهم الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين من أصل 2228 إلى جلسة تعقد الاثنين المقبل للنطق بالحكم. اندلعت اشتباكات عنيفة في مدينة أجدابيا شرق ليبيا بين قوات حكومية ومسلحين يسيطرون على الموانئ النفطية في شرق البلاد استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بحسب ما أفادت مصادر عسكرية. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الليبية أنها اعتقلت رئيس الأركان الليبي السابق اللواء سالم قنيدي فجرا من منزله غرب العاصمة طرابلس واقتادته إلى جهة مجهولة، ولم تذكر وزارة الدفاع الليبية أسباب اعتقال قنيدي، علما بأن رئيس الأركان السابق من أشد المنتقدين للمؤتمر الوطني وللحكومة. احتجاجا على حجب تويتر في تركيا، صدرت دعوات للتظاهر على شبكات التواصل الاجتماعي في كبرى المدن التركية، في وقت أعلن حزب الشعب الجمهوري ونقابة المحامين في تركيا أنهما سيلجأان إلى القضاء لرفع الحظر على تويتر. قرار حجب تويتر أثار سلسلة إدانات من واشنطن وفرنسا وألمانيا ومنظمة العفو الدولية، لكن اللافت كان موقف الرئيس التركي عبدالله جول الذي أبدى اعتراضه على حجب الموقع. أطلقت كوريا الشمالية نحو 30 صاروخا قصير المدى باتجاه بحر اليابان في إطار تجربة جديدة، كما أفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية. وكانت سيول قد طالبت بيونغ يانغ بوقف هذه التجارب التي وصفتها بالاستفزازية. في النشرة بعد الفاصل، مبادرة فلسطينية لصون أمن المخيمات والابتعاد عن الصراع اللبناني. ولبنان يحرز المركز الثاني ببطولة العالم للمواي بوران في تايلاند، واستقبال حاشد في مطار رفيق الحريري. أهلا بكم. افتتح قائد الجيش الإمام جون قهوجي ثكنة صقور القمم التابعة لفوج المغاوير في منطقة اللقلوق، وجال في أقسامها واطلع على نشاطات الوحدات المتمركزة فيها. وقد شدد قهوجي خلال اجتماعه بالضباط والعسكريين على الجهوزية الكاملة لضبط الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في مختلف أنحاء البلاد، وأكد أن الجيش لن يتخلى عن دوره الوطني في حماية مسيرة السلم الأهلي والعيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد. أطلقت مختلف الفصائل الفلسطينية مبادرة لصون أمن المخيمات ولإبعاد الفلسطينيين عن الصراع اللبناني. مبادرة مشتركة لتحصين أمن المخيمات وتمتين العلاقات الفلسطينية اللبنانية أطلقتها القيادة السياسية الفلسطينية الموحدة خلال اجتماع في مقر الأمن الوطني الفلسطيني في مخيم عين الحلوي. المجتمعون أكدوا رفضهم أي اعتداء على لبنان والجيش اللبناني انطلاقا من المخيمات. والهدف طبعا من هذا الاجتماع هو معالجة القضايا التي حصلت مؤخرا في المخيم وتحصين المخيم، وكذلك البحث في مبادرة فلسطينية ساهم في بلورتها وإنضاجها كافة الفصائل الفلسطينية من أجل أيضا تمتين العلاقات الفلسطينية اللبنانية، ومن أجل تحصين وضع المخيمات، ومن أجل عدم زج العنصر الفلسطيني في أتون الصراعات التي تحصل في لبنان والقادمة من خارج لبنان. المجتمعون لفتوا إلى أنهم اتفقوا على عدم تسريب أي معلومة عن مضمون المبادرة في الوقت الراهن. بعد غياب السياح والمغتربين، المؤسسات التجارية في جبل لبنان تعول على المقيمين لتنشيط الحركة. تقرير محاسن مرسل حلبي.
أكثر من 100,000 مؤسسة تجارية تعمل في منطقة جبل لبنان، توظف نحو 400,000 موظف وعامل. عانت لثلاث سنوات وبدأت تعول اليوم على عودة الأمن والاستقرار مع تشكيل الحكومة. بس بلشت العالم تحس أنه هيتشكل حكومة، حسينا السوق بلش يتحرك. بعد السوق متحرك بس مش بالقوة اللي لازم، لأنه بعدهم خايفين. كتر خير الله أنه في تحسن، في 15%. رئيس اتحاد تجار جبل لبنان نسيب الجميل يشدد على وجوب وقف السجال السياسي ومحاربة الإرهاب والعمل على الاستقرار الأمني لإعادة الثقة للبلاد والنهوض بالاقتصاد اللبناني من جديد. سهلوا مشان انتخابات رئيس الجمهورية، كل الشعب كل السياسي يكونوا ايد واحدة لحتى نوقف نتفي هالإرهاب. يعني بس اليوم بتلاقي طلعت الحكومة تلاقي اجتمعوا كلهم سوا بتلاقي خف. وكان وزير الاقتصاد ألا حكيم أطلق حملة لتشجيع الاستهلاك، وهي الخطوة التي كان الجميل ينادي بها منذ عامين، وهدفها تنشيط القطاع التجاري خصوصا من قبل اللبنانيين المقيمين وهم يمثلون 80% من مجموع الاستهلاك. هاي المبادرة اللي سنتين أنا بحكي فيها وحكيت وقلت آخر شيء أنه حتى يلي عندهم الوكالات الحصرية خليهم يفتحوا الاجهزه تبعهم كمان، هدول الاكثر شيء هن مستفيدين من البلد، يصرفوا بالبلد، لانه اذا راح البلد راحت عليهم كمان. نحن حتى بالسولدات السولدات الاكبر من برا بنعملها، يعني انا ما بلاقي في فرق بين انه واحد يروح يشتري من برا او ما يشتري من هون، ما يعني بالعكس يشجع وطنه، هيدي بتعود لإله، يعني اللي عم بيدفعوا بلبنان بيرجع هو بيستفيد فيه. حكومة عمرها 90 يوما، يجب أن تكون أبرز أولوياتها الاقتصادية تحريك العجلة الاقتصادية وتنشيط الاستهلاك. احتفالات لتيار المستقبل في مناطق عدة إحياء لأعياد المعلم والأم والطفل. أيامي تسهري وانتي تفكري وتصحي من الأدب تيجي تشعري. الاحتفالات بيوم الأم والطفل مستمرة في مختلف المناطق اللبنانية، وللمناسبة أقام قطاع المرأة في منسقية تيار المستقبل في الضني احتفالا في فندق قصر الأمراء ببلدة تأسير الضني في حضور النائب أحمد فتفت وحشد من الشخصيات. وهذه الحكومة لن تغطي حزب الله في قتاله في سوريا وفي قتله للشعب السوري، ولن تغطي سلاح حزب الله، ونحن نحمل حزب الله وحده مسؤولية امتداد الحريق السوري إلى لبنان. ولمناسبة يوم المعلم أقامت منسقية الدرايب في تيار المستقبل احتفالا في حضور النائب نضال طعمي وعضو المكتب السياسي محمد مراد وحشد من الشخصيات وفعاليات تربوية. وبعد أن أخذت الحكومة هذه الثقة فأننا نطالبها وعلى وجه السرعة بإطلاق يد الجيش اللبناني وحمايته. ليس مقبولا أن تبقى عكار عرضة لأسى دكتاتوريات بائدة وهي التي أعطت الوطن خيرة شبابها. منسق عام تيار المستقبل في الدرايب ألقى كلمة دعا فيها إلى ضرورة إعطاء الغطاء السياسي للجيش ليرد على اعتداءات النظام السوري، فيما أكد منسق قطاع التربية في التيار حسين مراد السير على نهج الاعتدال الذي أرساه الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وفي صيدا أقامت جمعية مكتبة أطفال صيدا الشعبية مهرجانا ترفيهيا لأكثر من 150 طفلا في روضة البهاء، وتخلل المهرجان رقصات وأغاني ومقاطع تمثيلية من وحي عيداي الأم والطفل. طلاب الإنجيلية صيدا تخطوا الحواجز الطائفية والمناطقية إلى رحاب الوطن وأحضان الطبيعة لأجل لبنان والبيئة. بأيديهم المتشابكة ومتحررين من انتماءاتهم الطائفية والمناطقية، قام عشرات الطلاب من مدرسة الفنون الإنجيلية الوطنية في صيدا بزرع وغرس أكثر من 400 شجرة صنوبر وزيتون في منطقة مجدليون في مبادرة لحماية البيئة وزيادة المساحات الخضراء. كلفة النشاط يغطيها الطلاب أنفسهم من ريع ما يحصلونه من عملهم لساعات محددة في محطات وقود ومراكز تجارية لهذه الغاية. وسبق هذا الشغل زرع حوالي 400 شجرة ببلدة رومين كمان بمنطقة قضاء صيدا، إضافة لعدة أعمال عم بيعملوها بالمياتم
ودور العجزة من خلال خدمة المجتمع المحلي بصيدا، تأكيدا أنه مدينة صيدا هي مدينة للعيش المشترك، للسلام، للحياة، مش للحرب، مش للتطرف. وهذا الشغل اللي شايفينه اليوم اللي عم بيعملوه طلاب الفنون الإنجيلية هو لتثبيت هذا المبدأ. رسالتان وجهاهما الطلاب المشاركون بالحملة، الأولى ضرورة الاهتمام بالبيئة، والثانية أن البلد للجميع من دون تمييز. مش مهم شو الدين شو الطائفة، كلنا مجتمعين مع بعض كرمال بس شغلة واحدة كرمال لبنان. حبينا نزرع كرمال نفرج العالم أنه الشجر شيء كتير مهم. حملة التشجير التي جرت بالتعاون مع بلدية مجدليون أتت كمتابعة لحملات وأنشطة مماثلة توجه بها الطلاب إلى المجتمع المحيط بهم في العديد من بلدات وقرى قضاء صيدا وزهراني. في جديد حوادث السير في لبنان، اجتاحت سيارة من نوع بويك فضية اللون بعد منتصف الليلة الماضية مطعما للمأكولات البحرية في منطقة الهلالية صيدا، مما ألحق أضرارا جسيمة في محتوياته، فيما أصيب سائق السيارة بجروح طفيفة. وحضرت إلى المكان عناصر من قوى الأمن الداخلي فتحت تحقيقا في الحادث. هنا نصل الآن إلى نشرة رياضية يرافقنا فيها بعد قليل صبحي قبلاوي. مساء الخير. بالوقت الصعب يلي عم يمر فيه لبنان كانت الرياضة اللبنانية عم تحقق إنجازات كبيرة وجديدة، وهالمرة على صعيد لعبة المواي بوران القتالية، حيث عادت اليوم بعثة لبنان يلي شاركت ببطولة العالم الأولى يلي أقيمت بتايلند وبرعاية الحكومة التايلندية وافتتحها وزير الداخلية التايلندي. البعثة كانت برئاسة رئيس الاتحاد اللبناني والعربي للمواي تاي الجراند ماستر سامي إبلاوي، وحقق لبنان المركز الثاني بالترتيب العام للبطولة خلف البلد المضيف، وحصد لبنان 14 ميدالية، 7 ذهب وفضيتين و5 برونز، وشارك في البطولة 29 دولة. وكانت الذهبيات للبنان من نصيب كل من نديم درزي وياسمين محمد خير طرابلسي بفئة الصغار، ومايا حضروس ويوسف عبود وقاسم الخطيب ذهبية، وكمان أحرز زياد سنو ذهبية وزن 91 كيلو جرام. وبتجدر الإشارة لأنه المواي بوران ومعناها الملاكمة التقليدية بالتايلندي تتميز عن المواي تاي بالسماح برمي الخصم على الأرض، وهي الرياضة الشعبية الأولى بتايلند. بطل العالم للمواي بوران زياد سنو اللي أحرز ذهبية وزن 91 كيلو جرام زار برفقة رئيس الاتحاد العربي واللبناني للمواي تاي الجراند ماستر سامي إبلاوي ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري بوسط بيروت بجانب مسجد محمد الأمين، وقدم كأس البطولة لروح الرئيس الشهيد رفيق الحريري وتحدث لكاميرا المستقبل. طبعا بالبداية بدي أشكر جميع الشباب يلي لقونا على المطار، وبغياب أكيد مثل العادة أي مسؤول رياضي بيهتم بهالموضوع، معلش مش عم نحكي لنا نحن، بكفينا الشباب أهالينا أبطالنا وأنديتنا. بدي هني زياد، طبعا زياد سنه بعد ما ربح بطولات لبنان الثالثة والثانية والأولى قدر أنه يكون ضمن المنتخب وأخذناه كتجربة، يعني كان بعده دوليا معتبرين بين إيه وبين لا، لكن حقيقة شخصيته شجاعته وإصراره كانوا على الرينج مميزين، وقدر ينتزع ميدالية ذهبية ببطولة العالم يلي صارت بتايلند. بدنا نهدي الفوز لكل شبابنا الرياضي بلبنان، وبرضو نحن بكل نية طيبة نهدي الفوز لوزارة شباب الرياضة وللجنة الأولمبية اللبنانية ولكل مين يلي إجا وكبنا على المطار ويلي ما قدر إجا. بدي أهدي هيدا الفوز لروح القائد الرئيس الشهيد رفيق الحريري اللي كان راعي لكل نصر وكل نجاح من هيدا النوع. بدي أهدي هيدا الفوز للبنان، صدقاً يمكن هاي أول مشاركة لإلي دولية، كتير فرحة كبيرة إنه ينرفع علم لبنان أكثر من مرة بين كل شيء في دول بالعالم، 4-5 مرات نرفع علم لبنان ذهبية وخمس مرات برونزية ومرتين فضية. شكراً لكل اللي شجعونا ووقفوا حدنا، شكراً للسبونسرز، شكراً للكوتشز والمدربين، شكر كبير للماستر سامي رئيس الاتحاد اللي ما تركنا ولا لحظة، جهزنا وحضرنا وبقي ورانا هناك، بتشكركم جميعاً. لهون بدنا نقول أكيد مبروك للشباب يلي ربحوا، وإن شاء الله دايماً نشوف إنجازات مهمة للبنان. شكراً كمان لكم مشاهدينا، منكتفي بهالقدر من الأخبار الرياضية وعودة لعندك منير.
شكرا صبحي. الآن نصل إلى صفحة الأحوال الجوية. موسوار بفضل مساهمة الأرصاد الجوية بسلامة المجتمع تحدد تاريخ 23 آذار اليوم العالمي للأرصاد الجوية. أما موضوع هيدا السنة هو المناخ والطقس مشاركة الشباب. أما الصورة اللي وصلتنا على أكاونت الإنستغرام من طلال الحلو بتفرجينا جمال لبنان الأخضر. قبل ما نوصل على طقس لبنان خلينا نشوف كيف رح تكون الحرارة بالدول العربية. بنبلش جولتنا مع القاهرة 27 درجة، 20 بتونس، 38 درجة بالخرطوم، 28 ببغداد، 24 بدمشق وبالمنامة، وبنختم أخيرا جولتنا بالكويت اللي عم تسجل فيها الحرارة 29 درجة وكمان بالدوحة 29، أما الرياض الحرارة عم توصل فيها ل 32 درجة. من الدول العربية بنوصل هلا على طقس لبنان. بنبلش مع بكرة على الساحل الحرارة عم توصل أقصاها ل 27 درجة، أما أدناها ل 11 درجة، الرتوبة عم توصل ل 80%، أما سرعة الرياح عم توصل ل 20 كيلومتر بالساعة. بالجبل بتتراوح بين 22 و 10 درجات، أما بالداخل بتوصل أقصاها ل 25، أما أدناها ل 8 درجات. ننتقل هلا تنشوف بالتفاصيل كيف رح تكون الحرارة ببعض المناطق. بنبلش جولتنا مع عكار 28، 29 بطرابلس، 18 بالأرز، بنكمل جولتنا بالمناطق وبنوصل على الهرمل 27، 26 بالقاع، 28 ببعلبك، 26 درجة برياق، ما شايفين مشمسة ببعض المناطق اللبنانية، 23 بجبال، 22 بفريا، 29 بجونيا وببعبدا، حتى بيروت عم تسجل 29 درجة مع طقس صافي ومشمس. بنكمل وبنوصل على زحلة 27، 26 بشتورة، 27 بعنجر، 25 بمشغرة، جزين 25، 24 بفريا، رشيا، 26 بمرج عيون وببنت جبال، وبنختم اخيرا جولتنا بجنوب مع صيدا اللي عم تسجل فيها الحراره 29، اما سور وكانا 30 درجه. كيف رح يكون الطقس للثلاث ايام الجايين؟ بنشوف سوا. بنبلش مع بكره الاحد، الحراره عم توصل بكره اقصاها ل 29 درجه، اما ادناها ل 13 درجه، الرطوبه عم توصل ل 51%، اما سرعه الرياح عم تسجل 16 كيلومتر بالساعه. مثل ما شايفين تلين والتلاته بتنخفض الحراره، بكره بتوصل اقصاها ل 22 درجه، اما ادناها ل 17، اما التلاته بتتراوح بين ال 21 وال 16 درجه. لكل اللي عندهم شوير صوب الجبال وحابب يشوف الثلج انتبهوا من انخفاض درجات الحراره خصوصي بالليل، لانه عم توصل ادناها ل 9 درجات على ارتفاع 1200 متر. بعثوا لنا صوركم على اكونت الانستغرام والفيوتشر تي في ابلكيشن، واكيد شو ما كان طقسكم المفضل لاقونا على طول على المستقبل. في ختام النشرة تذكير بعناوينها. We want to help protect the process and not enable outsiders to make choices that only the Lebanese have the right to make. حراك دبلوماسي لمواكبة استحقاقي الانتخابات الرئاسية والنيابية والتطورات الأمنية. متفاهم مع مدير عام الضمان على الذهاب حتى النهاية في هذا التحقيق. مداهمة مبنى الضمان الاجتماعي في وطل بصيطبي وإلقاء القبض على متورطين بجرائم اختلاس وتزوير معاملات. الجيش الحر يطلق معركة تحرير الساحل السوري ويتقدم على الجبهات الجنوبية. إلى هنا تنتهي النشرة، نشرة مفصل الأخبار تمام 11:30 من هذه الليلة، فكونوا معنا. إلى اللقاء.